أحسن الله إليكم. هذه نور تقول: فضيلة الشيخ، أنا ذاهبة للعمرة وأعاني من تساقط شعري، فماذا علي لو سقط الشعر أثناء الإحرام؟ وهل أمشط شعري بعد الإحرام علما بأنه يتساقط مع التمشيط؟ وما حكم زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مسألة الأولى وهي مسألة تساقط الشعر من المحرمة، إذا كان بغير اختيارها فلا إثم عليها في ذلك، وليس عليها شيء في ذلك، عليها أن تحرم. وإذا تساقط شيء من شعر رأسها من غير اختيار ليس عليها في هذا الشيء، وكذلك لا تمشط شعرها إذا كان يسبب تساقط الشعر. وأما المسألة الثانية وهي زيارة النساء قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وهذا يشمل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. المرأة تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، وإذا ذهبت إلى المدينة تصلي في المسجد النبوي وتصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مكانها. نعم.